طبعا جدير بذكر الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه، والطيار محمد منار وزير الطيران، والاستاذ عمرو ابو العينين رئيس الشركه القابضه لمصر للطيران. كلهم كانوا حريصين على استقبال بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في مطار القاهره الدولي لدى عوده البعثه من المغرب بعد التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا للموسم الثاني على التوالي وللمره العاشره في تاريخ النادي الاهلي، طبعا على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقي. وحرص وزير الشباب والرياضه والطيران على استقبال بعثه النادي الاهلي بباقات من الورود وتهنئه من القلب لكل اعضاء الفريق على التتويج باللقب العاشر في تاريخ النادي الاهلي. مشهد جميل جدا وعارف كده ابريشيشن زي ما بيتقال، يعني تقدير رائع ويستحقه الاهلي. النادي الاهلي لا يمثل الاهلي، يمثل مصر. صحيح. فشرف لينا كلنا كمصريين وكاهلاويه، وعلى فكره ناس كتير جدا كانت بتشجع الاهلي، مش بس زي ما قلنا الاهلاويه، ناس كتير من انديه مختلفه حقيقي، وتهاني كتيره جدا وهنعرضها قدام حضراتكم في نوادي داخل مصر وخارج مصر وعلى المستوى العالمي، حاجه كانت فعلا تشرف جدا.